سلام شباب، معكم حمد داود ستروير، واليوم جايب لكم انبوكسينج لاساسن كريد 3، لعبة المغامرات، لعبة الاكشن، لعبة الاساسن، اللعبة المنتظرة، اللعبة اللي كنت جدا منتظرها. ف خلينا نشوف، نلقي نظرة في البداية كذا على الغلاف. طبعا زي ما تشوفون مكتوب انه النسخة، دقيقة خلينا نسوي فوكس. اوكي، مكتوب انه اصدار بي اس 3 الحصري، مدري ايش، مكتوب بالعربي بس العربي شكله ابو كلب. المكتوب اصدارت ايش يا حبيبي، تتضمن 60 دقيقة من بيئة اللعب الحصرية، فمدري ممكن يكون اكسكلوزيف اديشن ولا شيء زي كذا. ف يلا خلينا نشوف. بسم الله، اول شيء بس خلينا نشوف على الخلف، او مكتوب بالعربي هنا، خلينا نشوف ايش مكتوب. اوكي، نسوي فوكس شويتين كذا. يقول انهض من تحت رماد قريته النهضة. اما ايش يا حبيبي، ايش العربي لابو كلب. اوكي، من تحت قريته المحروقة سينهض كونر زعيم القتلة، معركته من اجل الحرية والعدالة. ايش يا حبيبي، ايش العربي الكويس ذا. المهم، تحتوي الاصدارة الاضافية على لعبة اساسن كريد 3 الكاملة. اوكي، المحتوى الحصري لاصدارت بلاي ستيشن 3، مهمة اللعبة الفردي بندكت ارنولد، هذا شكله مرحلة جديدة. دقيقة خلنا نقرأ ايش مكتوب ثاني بالعربي. اوكي، هنا ايوه، اللعبة الانجليزية وكتبت التعليمات بالعربية والانجليزية، يعني يقول لك انه اللعبة ما فيها عربي من جوا، لكن ها يقول لك التعليمات بس هي الانجليزية. فخلنا نشوف ايش مكتوب عندهم. اوكي، سيطر على سفينة حربية وانتزع النصر من المعارك في اعالي البحار. ايش يا حبيبي، ايش التعزيز ذا يا حبيبي، ايش التعزيز، والله تعزيز كويس بس تعزيز عربي ابو كلب. المهم ما اطول عليكم، خلينا نشوف ايش جوا الصندوق. اكيد بيكون لعبه، بس خلينا نشوف ايش ممكن يعطينا. زي اساسن كريد ريفيليشن، هديه كذا مع الصندوق يعني. انواع التهزيء للبتاع ذا، الصندوق، لاني قاعد افتح بيد واحده ومو الصندوق، ايش الشريط. ف اظن في باس هنا، فخلنا ايوه دقيقه خلنا نشوف هل هناك باس من هنا ولا هنا. نعم هناك باس. فيقول لك انه لما تشوفون هنا، دقيقه، مو باس، هو شكله زي اصدار حصري لل، ولا هذا هو الباس. اوكي، هذا يقول لك يعني يفتح لك الشخصيات، طبعا ما كنت استخدمته فلا احد يتعب نفسه. اوكي، انلوك اكسفلوسف مدري ايش، يقول لك انه هذه يعني اشياء خاصه او ادري اشياء، بس مفروض الاشياء ذي عاديه. اوه، هذه على البلاي ستيشن فيتا، هذا الشيء اللي في بلاي ستيشن فيتا، وهذا شيء طويلين العمر، 60 دقيقه من اللعب سنجل بلاير بالشيء ذا. ما ادري هذه مرحله شكلها جديده، او مرحله يعطونك هم الاكسكلوسيف كونتنت. ف يا اسحب عليهم، خلنا نشوف ايش عندهم هنا في يو بلاي باسبورت. هذا هو حق اللعبه نفسها، يعني هذا بدون اللعبه لازم تشتري واحد ثاني، اللي هو هذا يخليك تلعب اونلاين ويخليك تنبسط وكذا وتفل امها. هذا اليو بلاي لازم تدخله وتسوي لك حساب يو بلاي عشان تلعب، تدخل ذا الكود. ف يا هذا هو الكود، وهذا الكتيب حق اساسن كريد العادي، ما اظن في شيء يعني جديد. الكتيب حق اي لعبه ذا. اوكي، ملاحظات نوتس، غريب النوتس معطينا صفحات كثيره، كويس. ايش ذا يبوي، اوه هذا التعليمات. يا كويسه، عربيه يعني، على الاقل اعطونا وجه. خلينا نشوف ايش مكتوب هنا. اوكي، خلينا نزوم شويه او نسوي فوكس. يا شويه اللعبه كويسه، واكيد اهم شيء اللي شارين عليه عشان اللعبه. اوكي، وش امي بدات اكلج، نشيل اللعبه من هنا. ايش يا حبيبي، اللعبه نشبت، ها ايوه شكرا. هذا هو شريط اساسن كريد 3. اوكي، اللعبه ان شاء الله بيكون لها تختيم، ان شاء الله بكون نزلت تختيم مع الانبوكسينج ذا عشان تشوفون اللعبه. فيلا اتمنى الانبوكسينج او الانبوكسينج ذا عجبكم، وان شاء الله بيكون فيه ريفيو وتختيم للعبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.